السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من البرنامج اللي كيقلب على الثقافة فيما كانت ويحاول يشاهيكم فيها. اليوم حدث تاريخي بالنسبة للثقافة في المغرب، افتتاح المتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر. مشيو نكتشفوه، نتلاقاو تما. عرض بوجلابة والرنين دو جون بالي ناسيونال ماروكان الذي هو مزج بين الرقص الكلاسيكي والمعاصر مع تأثيرات من الرقص التقليدي المغربي، يوم 11 أكتوبر على الساعة 8:30 ليلا بمؤسسة الفنون الحية بالدار البيضاء. الدورة الأولى لمهرجان موروكو سولار، مهرجان للتنمية المستدامة مع برنامج متعدد التخصصات وحفل الاختتام الذي سيقام تحت سماء الصحراء مع موسيقى أوبيرا دو باري أيام 17، 18 و19 أكتوبر بوار زازان. الدورة الثانية لمهرجان الفيلم القصير لحوض البحر الأبيض المتوسط، 56 فيلم من 19 دولة سيعرضون في إطار المسابقة الرسمية من 13 ل18 أكتوبر بطنجة. حفل مع مجموعة ليلا فيزيون التي تمزج موسيقى غناوة مع أنماط مختلفة من موسيقى العالم يوم 11 أكتوبر على الساعة 8 بحديقة المعهد الفرنسي بتطوان. افتتاح الموسم المسرحي 2014-2015، عروض مسرحية بجل المدن المغربية خلال الأشهر المقبلة من الرباط إلى بني ملال مرورا بمكناس، تيزنيت، أسفي ومراكش. باش نقدم لكم المتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر، معنا سي مهدي القطبي الرئيس ديال المؤسسه الوطنيه للمتاحف. مرحبا بك معنا. وتبارك الله عليك. على الدار خدمنا شويه. نخليك تقدم لنا وتعرفنا بهذا المتحف. واحد المتحف بحال السميه نتاعو عاد قلتيها دابا، هو الفن ديال اليوم نتاع دابا، درناه باش الناس يعرفوا. ولكن في هاد الاكسبوزيسيون اللي درناها دابا، في هاد المعرض اللي عملناه دابا، عملنا كاع التاريخ نتاع المغرب، تاريخ الفنون المغرب من 1914 حتى 2014، 100 عام نتاع الفن المغربي. وهذه 100 عام ديال الفن المغربي اللي معروضه هنايا، مجموعه ديال الفنانين كما قلنا من مولاي عزيز تال مولاي عبد العزيز تال الفنانين المعاصرين ديالنا. كاين جميع انواع الفنون التشكيليه اللي متمثله هنايا. واحد المعارض كلهم ما كيقدروش غادي يكون ولا بدا شي واحد ناقص الله اعلم، ولكن كاينين تقريبا واحد 220 ولا 230 فنان، اكثر من 450 لوحه. سي واش فهم واحد؟ بغيت الناس يفهموا بما هذا المتحف ما كان عنده والو، وفي عامين بنيناه، في عامين درنا ليه واحد لا كوليكسيون تاعو، وفي عامين فتحناه. سي ولكن هادشي كلشي بفضل الله وبفضل الملك الله يستر. السي القطبي بغيتك تقول لنا الناس اللي غيجيو لهذا المتحف شنو غادي يقدروا يشوفوا وفي اي ظروف؟ بغيت نهضر لك دابا على هادشي اللي كاين. اييه دابا اول حاجه غادي يشوفوا التاريخ نتاع المغرب من الفن من يبدا حتى اليوم، هذه اللي مهمه ليا. الاخرين خلي بشويه بشويه، عاد غادي نديروا برنامجات، لان المتحف باش ما يموتش، باش يكون دائما حي، كيخصو برنامج يكون عايش. هذا المتحف عنده كذلك طابع تربوي، بما انه غيخصص واحد المجموعه ديال الورشات والمؤطرين اللي غيسمحوا للاطفال يتحسسوا ويتعلموا يشوفوا الفن. عندك الحق، لان صاحب الجلاله الله ينصره قال لي تخص الفن والثقافة تكون ديمقراطية. على داكشي علاش درنا مقال ولا اون كونفونسيون مع الوزير ديال التربية والتعليم، باش الولاد الصغار يجيو بحال اللي غادي يتعلموا يقراو ويتعلموا يشوفوا الفن، وعندهم ورشات وعندهم مؤطرين اللي غيسمحوا لهم انهم يتحسسوا لهذا الفن ويتربوا عليه. كاينين دي كاين باقي، حنا غير واحد ليكيب صغيرة ماشي كبيرة. Et donc on est en train de voir, باش نديرو شي ناس يكونوا دي ميدياتور كولتوريل، لان هما اللي غادي يفهموا كيفاش غادي يديروا. اذا ما تخمموش، اجيو انتم العائله ديالكم كبار وصغار
بلا سكان بلا ماكله بلا مشروب غتجيو تكتشفوا الفن المغربي 100 عام ديال الفن المغربي من 1914 ل 2014 هنا في المتحف محمد السادس ديال الفن الحديث والمعاصر. الدخله فابور في الفتره الاولى ديال المتحف ومن بعد غيكون ثمن مدروس باش يسمح لكل شيء يكون عنده وصول للفن بصفه ديمقراطيه وكل شيء يكتشف الفن. نقول للناس خصو يحترموا واحد الحاجه مهمه هنايا في المتحف، ما يقدروش يدخلوا الناس بزاف بشويه بشويه، اذا تسناو خصهم يصبروا خصهم يتعلموا يصبروا باش يدخلوا للمتحف. والى جيتيو راه ما غتندموش، غتكتشفوا بزاف ديال الحوايج على الفن المغربي، والى بغيتيو نتلاقاو تما.